أردوان نصر لجيش مصر. القاهرة والناس تؤكد تأييدها لقواتنا المسلحة في عملية المواجهة الشاملة ضد الإرهاب سيناء 2018. أهلا بكم ونشرة إخبارية جديدة، وإليكم أبرز العناوين. الخارجية تكشف حقيقة إرسال قوات مصرية إلى سوريا. الأوقاف تنفي شائعات إغلاق مكاتب تحفيظ القرآن. الفلسطينيون يواصلون مسيرة العودة. وعاهرات إسرائيل تطالبنا بالجنس دون عنف. وإليكم تفاصيل النشرة. الخارجية توضح حقيقة إرسال قوات مصرية إلى سوريا. فقد قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن مصر لا ترسل قوات خارج أراضيها إلا وفقا لآليات دستورية، وذلك تعليقا على ما تردد في بعض الدوائر الإعلامية الدولية والعربية بشأن طلب الولايات المتحدة إرسال قوات عربية إلى سوريا، مشيرا إلى أن المبادئ الحاكمة لإرسال قواتنا إلى الخارج معروفة للجميع وتم التأكيد عليها أكثر من مرة، مثل الحالات الخاصة بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، موضحا أن تصريحات الوزير سامح شكري حول إرسال قوات عربية إلى سوريا خلال ندوة الأهرام لم يكن يتعلق من قريب أو بعيد بإمكانية إرسال قوات مصرية إلى سوريا. ندعم مكاتب تحفيظ القرآن الكريم ولا نغلقها، هذا ما أكده الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نافيا ما يتردد على صفحات الجماعات الإرهابية والمتطرفة عن إغلاق الكتاتيب، موضحا خلال اجتماعه بقيادة الدعوة بالمنوفية أن عدد الكتاتيب المعتمدة من الوزارة والتابعة لها قد ارتفع في الأربع سنوات الأخيرة بأكثر من 200%، حيث زادت من نحو 750 كتابا إلى أكثر من 2200، إضافة إلى افتتاح أكثر من 600 مدرسة قرآنية، وهو الأمر الذي تشهده الوزارة لأول مرة في تاريخها ويلاقي إقبالا كبيرا، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 1500 مدرسة قرآنية بنهاية العام الجاري. الشرطة تواصل حملاتها على البؤر الإجرامية، فقد دهمت الأجهزة الأمنية قرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية في إطار حملاتها لاستهداف العناصر الإجرامية من حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة والمتاجرين فيها والعناصر الإجرامية والإرهابية المطلوب ضبطهم وإحضارهم وصادر ضدهم أحكام قضائية. ونجحت الحملات في ضبط 19 بلطجيا وتنفيذ أكثر من 11 حكما قضائيا متنوعا وضبط 13 قضية إتجار في المواد المخدرة، كما تم ضبط 7 قطع سلاح ناري وطلقات نارية مختلفة الأعيرة. وسائل منع الحمل الهرمونية لا تسبب السرطان، هذا ما أكدته الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة تعليقا على الشائعات التي ترددت مؤخرا حول هذا الشأن، قائلة أن وسائل منع الحمل الهرمونية مهمة للسيدات التي يستخدمنها في مرحلة عمرية محددة، ولا يمكن لأي سيدة أن تستمر بوسيلة محددة أو معينة طوال فترة عمرها الإنجابي، مشددة على أن جميع الوسائل متوفرة في وحدات ومراكز تنظيم الأسرة بالجمهورية ومراقبة وبها فرق طبية مدربة على آليات الاستخدام وتقديم التوعية اللازمة للسيدات طوال أيام الأسبوع. واصل أبناء الشعب الفلسطيني مسيرتهم السلمية الحاشدة للتأكيد على حق العودة، حيث توافدت الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة على الحدود الشرقية للمشاركة في فعاليات الجمعة السادسة التي أطلق عليها جمعة عمال فلسطين. في المقابل واجهت سلطات الاحتلال الصهيوني هذه المسيرات السلمية بالذخيرة الحية، ما أدى إلى إصابة العشرات من الفلسطينيين بالرصاص الحي وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع. كانت الهيئة التنسيقية لمسيرة العودة وكسر الحصار قد دعت أبناء الشعب الفلسطيني للتوافد والمشاركة الفاعلة في خيام العودة في كل ساحات الاحتشاد الجماهيري، مشددة على طابع السلمي للمسيرة الشعبية لإرسال رسالة قوية إلى الاحتلال الذي يراهن على ضعف المشاركة. وفي الوقت الذي يطالب فيه الفلسطينيون بالحق في الحياة، شهدت تل أبيب مظاهرات من نوع آخر، حيث احتشد الآلاف من عاهرات إسرائيل للمطالبة بحقوقهن واحتجاجهن ضد المعاملة السيئة التي يتم التعامل بها معهن من البعض، فيما قال موقع ولا الإسرائيلي أنه للعام السابع على التوالي تتظاهر العاهرات للمطالبة بحمايتهن من المتحرشين رافعين شعارات تطالب بالحصول على حقوقهن وممارسة الجنس دون عنف، فيما رفعت مجموعة من العاهرات صورة للحاخام الإسرائيلي العازر برلاند المتهم بجرائم اعتداء جنسي وتحرش بالنساء التي كانت تتردد عليه لمشاورته في أمور دينية. نهاية النشرة، إلى اللقاء.